السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد عودة مسلسل الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن التي تستهدف خطباء المساجد ورموز المقاومة. دعا وزير الشباب والرياضة نايف البكري إلى هبة شعبية في العاصمة المؤقتة عدن من أجل استعادة الأمن ومؤسسات الدولة. دعوة البكري جاءت على خلفية اغتيال مسلحين إمام مسجد جامع الثوار شوقي كمادي، ويشغل كمادي موقعا قياديا في حزب الإصلاح حيث يرأس دائرة التنظيم والتأهيل في عدن. وقال البكري إن رموز عدن والمؤثرين من دعاتها وعلمائها ومثقفيها ومقاوميها يتعرضون لمخطط إبعاد وتصفية مكتملة الأركان بغرض إخلاء الساحة للمشاريع الظلامية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب عودة الاغتيالات على أئمة المساجد والشخصيات السياسية المؤثرة في العاصمة المؤقتة، ولماذا لا تعلن الأجهزة الأمنية الأطراف التي تقف خلف تلك العمليات الإجرامية؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تعود الاغتيالات لمدينة عدن على هامش الصراع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في الوقت الذي دعا فيه وزير الشباب والرياضة نائف البكري إلى هبة شعبية ضد ما أسماه الإرهابيين الجدد. وتأتي دعوة البكري للانتفاضة بعد عمليات اغتيالات اعتبرها الوزير ضمن مخطط تصفية مكتمل الأركان لرموز عدن ومقاوميها. تقديم القتلة للمحاكمة وبناء الدولة. كانت عدن قد شهدت نهار الثلاثاء الماضي حادثة اغتيال القيادي في تجمع إصلاح عدن شوقي الكمادي خطيب جامع الثوار بالمعلى، ويأتي اغتيال الكمادي بعد تصفيات طالت خطباء ينتمون للإصلاح وجماعات سلفية. اكتفى إصلاح عدن بوصف اغتيال الكمادي بالحادثة الآثمة، بينما اعتبرتها أمانة تجمع الإصلاح عملا إجراميا يدفع بالمناطق المحررة نحو مربعات الفوضى. بدأت سلسلة الاغتيالات في عدن بعد فترة وجيزة من تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع في يوليو 2015، وزادت وتيرتها خلال يناير وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي، وسرعان ما عادت الواجهة الأيام الماضية من الشهر الحالي، في الوقت الذي أكدت إحصائيات لوزارة الأوقاف مقتل 16 داعية خلال العامين الماضيين. لم تقتصر الاغتيالات على الخطباء وقيادات حزبية، بل طالت قادة عسكريين وضباطا وشخصيات محلية وعناصر بالمقاومة الشعبية. ففي منتصف يناير الماضي اغتيل مسؤول أمني واغتيل ضابط أمن بداية فبراير الحالي، بينما نجا مسؤول أمني من محاولة اغتيال بعد ساعات من مقتل القيادي الإصلاحي شوقي الكمادي. تستمر عمليات الاغتيال في عدن بدون تحديد الجهات الرسمية للطرف الفاعل أو الداعم، لكن مراقبين يوجهون أصابع الاتهام لطرف إقليمي بالوقوف خلف القضايا على مناصري الشرعية والدولة واليمن الاتحادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة من عدن مع الأستاذ زكي السقلدي. مرحبا بك أستاذ زكي. أستاذ زكي السقلدي مساء الخير. مساء النور، هلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ زكي. كيف تتابع عودة مسلسل الاغتيالات لأئمة المساجد والشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية في عدن؟ اولا نعزي انفسنا كما نعزي اسره الشهيد شوقي الذي اغتيل امس، وكذلك نعزي كافه ابناء عدن، كون هذا الرجل يعني معروف عليه حب اهل عدن وعظم مكانته في قلوبهم. ما يحدث وما حدث وما يحدث هو سيناريو متكامل أو استكمال لما بدأه مشروع الاغتيالات، كما يبدو كأنه يعني سيناريو مرسوم، فهو ليس بجديد اليوم بالقدر الذي نعم مدنية
وأقول المدنية، لأنه يستهدف عدن السلام، عدن الحب، عدن الوئام. يعرف عن عدن يعني بمدنيتها وسلميتها، ومعروف على عدن بأمنة رجالها. اليوم الأمر لم يصبح لم يستهدف إلى مسجد أو خطيب، بل اليوم المستهدف على ما يبدو أن الذي استهدف بالأمس هو أحد قيادة التجمع اليمني للإصلاح، وشخصية مرموقة لها مكانتها العلمية والتربوية، فهو يستهدف المفكرين ويستهدف السياسيين كما يستهدف خطباء وأمة المساجد أصحاب الكلمة. نعم أستاذ زكي، الآن يعني هذه العمليات الاغتيالية المتواصلة وما شهده أمس من آخر عملية التي استهدفت القيادة في حزب الإصلاح شوقي الكمادي، أن الشارع العام في عدن كيف يعني رد أو كيف تعامل مع هذه يعني هذه الاغتيالات المتواصلة، وأيضا ردة الفعل والمزايا العام في عدن بعد الاغتيالات المتكررة كيف بدأ؟ طبعا هناك استنكار كامل للحادثة، وهناك شطط وقلق يعيشه المجتمع المدني في عدن، شعور بالخوف بأن المستقبل القادم سيكون سيء إذا كان بهذه الطريقة أن تستهدف قيادات المدنية، القيادات المجتمعية التي عرفتها عدن. فالأمر أصبح مقلق وأصبح مزعج عند الكثير، لا أقول عند الناس العاديين بالقدر الذي هو عند السياسيين وعند عامة الناس. أن يصبح المواطن العادي أو المواطن المدني الذي نعم التي يفهمها الآخر، وإنما إحنا اللغة المدنية، أن يصبح هو المستهدف وهنا الخوف، ولهذا استشعر الناس اليوم. الناس في عدن اليوم يحملون السلطة المحلية ويحملون السلطة العليا للدولة مسؤوليتها في حماية أبناء عدن وحماية الخطباء والمفكرين والدعاة، وأن تستشعر بمسؤوليتها كجهة رسمية. اليوم إذا لم تقم الجهة الأمنية ولم تقم الدولة بالواجب، الناس سيصبحون خائفين على أنفسهم، وقد يتوجهوا إلى اتجاهات أخرى ما لم تحميهم الدولة. نعم طيب أستاذ زكي، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الأستاذ علي الأحمدي الناطق باسم مقاومة عدن سابقا. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أخي الكريم. أنتم كقيادة في المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية، كيف تتابعون هذا المسلسل الذي يستهدف رموز المقاومة، أئمة المساجد، رموز الشخصيات السياسية والاجتماعية في عدن التي تحظى بالقبول من الجميع؟ مساء الخير أخي الكريم، ومساء الخير للسادة المشاهدين. بالنسبة لما يجري في مدينة عدن، بات الجميع يدرك أن هذا مخطط وممنهج، وليس مجرد عمل لعصابات أو لجهات يعني غير معروفة. استهداف مدينة عدن في أهم ما تملك وهي البنية الدينية والاجتماعية، يتضح أنه مشروع له أبعاده وله مآرب أخرى، ولا يعني فئة معينة دون فئة، بل هو يهم رجال المقاومة ورجال السياسة ورجال الدين وجميع الفئات المجتمعية التي تضرب في أهم مكون من مكوناتها. المشهد يتطلب عمل، فقد مللنا من البيانات الاستنكار والإدانة والترحم على الشهداء، وهذا المجرم القاتل يزيد طلفا ويزيد يعني سعارا. كان بالسابق إذا حصلت عملية أو عمليتين تهدأ الأمور لأشهر ثم يعاود الكرة من جديد، لكن مؤخرا لم تتوقف هذه العمليات وباتت تركز أكثر على شخصيات مؤثرة ورجال دين معروفين وقيادات في الأمن مؤهلة وكوادر. يعني الأمر هذا لا ينبغي. إذن هذا التجريف، نعم أستاذ علي، هذا التجريف الممنهج الذي يستهدف
كما تحدثت الشخصيات التي لها دور فاعل داخل عدن، سواء من المؤسسات الدينية أو الشخصيات السياسية أو من المقاومة أو الأمن المؤهلين، ما الذي يراد لعدن؟ والله الذي يظن أن عدن لها سيناريو آخر يختلف عما يجري في بقية الدول العربية هو صاحب نظرة قاصرة. واضح أن هناك مخطط بدأ منذ 2011 باستهداف ثورة الربيع العربي، وليت الأمر وقف عند ذلك، بل مع الأسف تطور إلى يعني نشر الفوضى في عدة دول، ومن هذه الدول لا لسنا ببعيد في اليمن. نحن نلاحظ أن ما يجري عبث وتحت مرأة ومسمع من دول التحالف، وتحت مرأة ومسمع من الحكومة الشرعية، وتحت مرأة ومسمع من القوى السياسية، والجميع يعني يستنكر. ماذا أفعل بالاستنكار ومدير الأمن لا يقوم بواجبه؟ ماذا أفعل بالاستنكار ووزير الداخلية لا يعمل أبسط الأمور التي ينبغي عملها؟ ماذا أعمل بالاستنكار والإدانة من التحالف، والتحالف هو الذي يسيطر على الأمر في عدن ويستطيع أن يوجه بضبط هذه الأمور؟ العملية الأخيرة التي تم اغتيال الشيخ شوقي فيها كانت في مديرية المعلة، ومديرية المعلة منطقة تحت سيطرة قوات الأمن التابعة للتحالف بقيادة الإمارات، وهذه المنطقة مغلقة لها مدخلين، مدخل من العقبة ومدخل من اتجاه جولة فندق عدن. فأين القوات التي بالآلاف؟ أين الآليات التي تقدم من التحالف؟ أين الأمن الذي أصم أذاننا أن مدير الأمن حقق الأمن في مدينة عدن واستطاع أن يكافح الإرهاب؟ أين وزارة الداخلية التي لا تملك إلا البكاء والشكا؟ لم نرى منها عمل، مع أنه هناك بالإمكان ما يمكن عمله، لكن مع الأسف كل هذه الأمور لم تثمر أي شيء. نعم أستاذ علي، كما تعلم قبل أي عملية اغتيال يسبق هناك نوع من التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو حتى المواقع الإلكترونية، بعدها يتم تنفيذ هذه العمليات. شهدنا في الأيام الماضية هناك يعني حملة كبيرة ضد أئمة المساجد، وربما كان يعني قائد الحزام الأمني أو نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أعلنها صراحة أنه يجب يعني قطع جذور الإرهاب المتمثل بهذه المساجد التي تنشر الإرهاب داخل عدن، ويجب القضاء عليها، وكتب ذلك على صفحته في تويتر وتحدث بها أكثر من مرة. بعيدا عن شخصيات، أنا أتكلم عن أن الوضع بشكل عام في مدينة عدن وضع مبهم، وضع غير واضح. عندما يتحدثون عن إرهاب ما هو الإرهاب؟ عندما يتحدثون عن محاضن الإرهاب ما هي محاضن الإرهاب؟ هذه الأمور العامة المطلقة الذي أعرفه أن كل العمليات التي انطلقت في مدينة عدن لم يتم القبض على إرهابي واحد، لم يتم القبض على محضن إرهابي واحد. كل من امتلأت بهم السجون هم غالبيتهم من المتهمين، أي متهم يعني لم يثبت عليه شيء، لا ليس هناك اسم معروف لقيادي إرهابي في أي تنظيم إرهابي تم القبض عليه أو تم قتله أو تم يعني مطاردته. إذن أين هذا الإرهاب الذي يتحدثون عنه؟ هنا الذي نعيشه هذه الأيام في مدينة عدن هو خلط للأوراق، ومن يتكلم أو يساهم هو إنما يساهم في خلط الأوراق. نحن نطالب الجميع أن يغلبوا المصلحة الوطنية قبل أي مصالح شخصية، قبل أي مصالح ذاتية، أن يتم تحديد الصلاحيات، من هو المسؤول داخل مدينة عدن؟ هذا السؤال الذي عجزنا عن إيجاد جواب له. الحكومة تقول ليس بيدنا، التحالف يقول قدمنا ما نستطيع، المكونات الميليشيات الأخرى تقول أنها مع الجنوب وتريد الحفاظ على الجنوب. وضاع المواطن ووضاع الحق، لا ندري نطالب من هؤلاء. باختصار المسألة هي الضبابية التي تعيشها مدينة عدن وضياع المسؤولية، لا نعرف من المسؤول. نعم طيب أستاذ علي ابقى معي، وأيضا أستاذ زكي ابقى معي حتى نشارك معنا في الحديث فتحي بن الأزرق، وأعود إليك أستاذ زكي. أستاذ فتحي بن الأزرق مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، وأتمنى أن يكون صوتي واضح بسبب رداءة الاتصال في عدن. نعم صوتك نسمعه بوضوح أستاذ فتحي.
كيف تتابع ما يحصل الآن في عدن من عمليات اغتيال؟ يقول الأستاذ زكي قبل قليل وأيضا الأستاذ علي الأحمدي بأنه عمل ليس يعني محض الصدفة، ولكنه مخطط مرسوم يراد لعدن ولشخصيتها السياسية ورموزها الدينية وأيضا قيادتها الأمنية والعسكرية المؤهلة أن يتم تصفيتهم في هذه المدينة المسالمة. ما رأيك أنت؟ الحقيقة أنا أتفق مع ضيوفك الكرام فيما يخص جزئية أن ما يحدث في عدن عمل منظم ومرتب وتديره أجهزة استخبارات عالمية ويمضي وفق خطة منظمة تمضي إلى الأمام وتهدف إلى ضرب المدينة فيما يخص وجود أئمة الدين، رجال دين يمكن أن يقود المجتمع، أن يوجه المجتمع، أن يقولوا كلمة حق في الكثير من القضايا. لذلك أنا أعتقد وأؤكد أن ما يحدث في عدن ليس عمل عشوائي وليس نتاج جماعة مسلحة أو جماعة متطرفة كالقاعدة وداعش. على العكس، أنا شخصيا أثق أن القاعدة وداعش لا صلة لهم بالمطلق فيما يحدث في عدن، لأن هذه الجماعات دائما كانت ما تعلن مسؤوليتها عن أي عملية تقوم بها، لكنها لم تعلن قط مسؤوليتها عن مقتل أي من أئمة المساجد. لذلك العملية منظمة ومرتبة، والهدف منها إفراق عدن من أي صوت عاقل، من أي صوت مؤثر، من أي صوت مجتمعي مفكر وهادف ويحمل قضية، من كل وعي الناس. الأطراف التي تقوم بقتل أئمة المساجد أدركت وبجلاء أن هذه الفئة بالذات هي من استحثت المجتمع خلال الحرب الحوثي الأخيرة، هي من نهضت بالمجتمع، هي من قال للمجتمع انهض في 2015 تحديدا في مارس 2015، ونهض المجتمع وكافح المجتمع وكان. هل هذه التصفيات أستاذ فتحي إذن هي يعني مكافأة وقوفهم ومقاتلتهم للحوثيين؟ لا أستطيع أن أقول أنه مكافأتهم لا، ولكن هو للأسف شديد الوضع في عدن بعد الحرب وحتى اللحظة وضع غامض، وضع ضبابي، وضع صراعات متعددة، تداخلت الأطراف بشكل كبير، يعني استوت حالة من اللخبطة شديدة لدرجة أن التحالفات السياسية تتغير ما بين 3 أشهر إلى 4 أشهر، فيصبح هذا مع طرف وينتقل اليوم الثاني مع طرف آخر ومن ثم يقع بالضد. يعني الوضع في عدن للأسف شديد وضع يعني سيء جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تميز من مع من ضد من، وهذا ما يحدث للأسف الشديد. أئمة المساجد يدفعون نتيجة أو ضريبة هذا الصراع المريض الحاصل بين كل الأطراف للأسف الشديد. كل الأطراف تتصارع بطريقة سيئة، كل الأطراف تستخدم وسائل قذرة في تصفية الحسابات مع بعض البعض. أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم طرف معين، لكن أقول أن ما يحدث نلقى في أئمة المساجد لا يمكن أن يتم رمي على جهة خارجية خارج عدن. لا، ما يحدث والجهة التي تنفذ الاغتيال بحق أئمة المساجد هي جهة داخلة في الصراع الداخلي في عدن، لكن من هي هذا صعب أن أشترط في هذا، لكن ربما الناس تستنتج أنه هذا سبب حالة الصراع الداخلي في عدن من كل الأطراف. طيب أستاذ فتحي ابقى معي، أعود للأستاذ زكي السقلدي الناشط السياسي. أستاذ زكي، إلى متى سيستمر الصمت والهدوء في عدن ويعني رموزها سواء الرموز الدينيين أو السياسيين أو الاجتماعيين أو الأمنيين والعسكريين يغتالوا الواحد تلو الآخر؟ يبدو أن الأمر لم يعد يحتاج إلى الصمت. هناك أصوات قد دعت إلى أنه لابد أن تنطلق الأصوات ولابد أن تقال كلمة الحق أو الوزير وكلام صحيح وصريح. وهو السؤال الذي وجه لكل أبناء، وجه للكل، من المسؤول عن الأمن في محافظة عدن؟ هناك ما أشبه بتداخلات كما قال الأستاذ فتحي، تداخلات في المهام الأمنية، وأكثر من لاعب أمني أو سياسي، لا توجد هناك قيادة سلطة أمنية واحدة ولا توجد هناك غرفة عمليات واحدة يستطيع الإنسان المتابع أو السياسي أو الإعلامي
أو المواطن العادي أن يسمع إجابة صريحة من هذه الأجهزة: من المسؤول عما يحدث في عدن؟ من الذي يقتل مفكري وعلماء عدن؟ من الذي يستهدف أمن عدن؟ وهنا السؤال يوجه بكلام صريح إلى المسؤول الأول، إلى الدولة. فإذا لم سوريا، فالصوت اليوم الصوت العدني والصوت الجنوبي والصوت اليمني والصوت المسموع لكل أحرار الوطن العربي العالم الإسلامي أصبح لا يليق ولا يريد أن يسمع هذا الصلت أو هذا الصمت. نعم. اليوم الناس تتحرك وتتكلم بأنه إذا لم فإننا لن نسكت، ولهذا أنا لا أحمل بالقدر الذي ندعو السلطة المحلية والسلطة العليا للدولة والجهة الأمنية أن تكون بقدر المسؤولية وأن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون هي المسؤولة والواجهة أمام هذا المواطن وأمام حماية هؤلاء الناس. نعم. الجهة الأمنية قد تكون ليس بالمستوى. نعم. أو أنها جاءت بعد أحداث حرب، لكن يتطلب أخلاقيا على من يلعن وعلى رأس هذا الأمر التحالف العربي أن يجعل لهذا الأمر وهي القضية الأمنية رأس الأمر خاصة في محافظة عدن، وأن يكون هناك في تأهيل وفي أجهزة حديثة وأشياء تتطلبها الأجهزة الأمنية أن تكون على مستوى، لكن لا نجعل مبرر. نعم. اليوم هناك أفراد أنا تواصلنا مع ضباط نعرفهم ومقربين من يقول لك نحن لا نمتلك الأجهزة ولا نمتلك الإمكانيات ولا يعني هناك نوع من المبررات قد تكون صحيحة لكنها في الجانب الآخر لا يمكن أن تقبل عند المواطن العادي. أشكرك أستاذ. نعم أستاذ زكي. الجانب الآخر أنه يطلب على المكونات السياسية والمدنية في محافظة عدن وفي هذا الوطن أن كلها كلمة، أن تتوحد وأن تنطلق وبجهودها، وإلا سنغرق جميعا. اليوم لا يستهدف الإصلاح ولا يستهدف السلفيين ولا يستهدف الدعاء، بل تستهدف المدنية، وهناك تجريب للحياة السياسية والمدنية بمعنى أننا ذاهبون إلى الفوضى إذا لم نتحرك. هناك لا نريد أن نوضح توضيح سياسي خاطئ أنه يستهدف. نعم أشكرك أستاذ زكي. أستاذ زكي نعم لضيق الوقت أنا أشكرك، وضحت فكرتك. الأستاذ زكي السقلدي الناشط السياسي كنت معنا من عدن، وعودة إلى الأستاذ علي الأحمد الناطق باسم المقاومة عدن سابقا. أستاذ علي، الدعوة التي وجهها قائد المقاومة نائف البكري لأبناء عدن بأنه يكفي صمت، يجب أن ينتفض أبناء عدن من أجل يعني عودة الدولة ومؤسستها ويعني إنهاء هذا الحالة من الانفلات الأمنية التي تستهدف قيادة المقاومة والأئمة في عدن، هل باعتقادك ستحصل على تجاوب في عدن؟ سيتجاوب الناس مع هذه الدعوة؟ يا أخي الكريم، لا حل ولا سبيل لإنهاء ما تعيشه مدينة عدن من فوضى ومن تنازع للصلاحيات بين الأجهزة الأمنية وبين التشكيلات العسكرية التي أنشأت بعد الحرب، وتدخل أيضا التحالف في دعم بعض هذه التشكيلات. لا حل مطلقا إلا بقيام مؤسسات الدولة بواجبها وعملها، والحكومة في هذه الأيام أمامها يعني مسؤولية جسيمة، إما أن تكون أو لا تكون، إما أن تمسك ب يعني مفاصل العمل الأمني ويتحملون مسؤوليتهم، أو أن يعلنوا أمام الملأ أنهم عاجزين لا يستطيعون ويحملون المسؤولية للطرف الذي يعرقل قيام مؤسسات الدولة. لا يعقل أخي الكريم 3 سنوات منذ قيام الحرب إلى الآن لا يوجد مركز شرطة واحد يعمل. لنترك المناطق البعيدة، نتكلم عن مديرية السواهي والمعلة وكريتر التي تقع تحت سلطة القوات المدعومة من التحالف القوات الأمنية، لماذا لا تعمل مراكز الشرط، المحاكم، الأمن؟ كانوا في السابق يتحججون أن العمليات كلها تجري في المنصورة ومناطق إنماء وغير ذلك، الآن تتكرر العمليات في هذه المديريات. طيب أستاذ علي، ربما هذه المعضلة لم تكن وليدة اللحظة وهي مستمرة الآن للأسف الشديد منذ تحرير عدن إلى اليوم. سؤال أخير فقط أودعك فيه، هل لازال لكم أنتم كمقاومة شعبية ممن خرجتوا وقاتلتم ميليشيا الحوثي وطردتوا من عدن كلمة داخل عدن إذا ما دعيتوا إلى يعني وقفة ما ضد هذه الانتهاكات التي تطالكم؟
نحن نحمل المسؤولية في هذا الأمر وفي استنهاض المقاومة للحكومة وللرئاسة للشرعية إجمالا، هي التي عليها أن توجه يعني فقط التوجيهات، وستجد أبناء المقاومة الذين خرجوا وقاوموا الحوثي ثم عادوا الآن إلى منازلهم، ستجدهم في أول الصف، ستجد جميع أبناء عدن خلف أي صوت يدعو لعودة مؤسسات الدولة، أي صوت يدعو لبناء مؤسسات أمنية حقيقية، أي صوت يدعو ل يعني إنهاء هذه الملشنة وهذه الدخيلة على مدينة عدن. تم يعني جلب من مختلف الأماكن وتم تهميش أبناء عدن. نحن نرى أن هذا الصوت سيلاقي القبول وسيكون أبناء المقاومة وكل من وقف ضد الحوثي سيكون في أول الصف لنصرة مدينة عدن وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. الناطق باسم مقاومة عدن سابقا الأستاذ علي الأحمدي، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة إلى الأستاذ الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير عدن الغد. أستاذ فتحي، أنت أيضا من خلال متابعتك وقراءتك لما يدور في عدن، إذا ما استمر الوضع بهذه الحال، استهداف قيادة المقاومة، استهداف الشخصيات السياسية والاجتماعية التي تحظى بقبول داخل عدن ولها تأثير كبير في عدن، إلى أين سيتجه الوضع في عدن؟ هل الناس ستخرج عن صمتها وتوقف هذا العبث، أم سيستمر هذا المسلسل ولم يعد مقدور هؤلاء الناس إلا أن تسمع وتطيع؟ إذا صار قتل أئمة المساجد تتحول المساجد إلى كنائس أو أديرة، للأسف الشديد لا يجد الناس شعارا أن تستمر مسلسل القتل هذا. كيف يجدون أنهم ستطار الصلاة ولن يجدوا من يؤمه في الصلاة، للأسف الشديد أقولها. لكن المجتمع ككل بحاجة إلى تحرك، بحاجة إلى أن يتحرك. لكن المجتمع في الأخير هو مواطن عادي، أنا وأنت وغيري وغيرك، ما يعني ليس بيدنا شيء نتحرك. المطلوب أن تتحرك الحكومة، أن يتحرك الرئيس هادي، أن تتحرك إدارة الأمن، أن يتحرك وزير الداخلية. وهذا التحرك وللأمانة أقولها بكل بصراحة أن تنتهي الخلافات بين هذه الأطراف، لأن العملية القيادة مع وضد هي متصلة بالصراع السياسي بين الأطراف الحاكمة لعدن، نقولها بكل صراحة. لذلك لم تستقر عدن طالما وهذه الأطراف تتصارع، ونحن عبر قناتكم الكريمة قلناها ألف مرة، نحن بحاجة إلى مصالحة سياسية في عدن، بحاجة إلى أن كل الأطراف تتوقف عن صراعها السياسي وأن تتفرق لمحاربة الانقلاب وللتنمية في عدن. عدن محتاجة كهرباء، عدن محتاجة مياه، عدن محتاجة رواتب. الناس تعبت هذا الصراع، أقسم بالله العظيم وأنا أحدثك من عدن، الناس ملت كل هذا الصراع، تعبت بشكل كبير. الناس يعني وضعها والله العظيم أنك تنزل للشارع وتتحدث للناس، وضعها صعب جدا جدا جدا. وفوق هذا الوضع الصعب المواطن لا يجد ما يأكل بأبناء، وفوق هذا الوضع الصعب تجي قضية الاغتيالات والتدميرات والصراع والحروب. يا أخي خلاص، الناس رأوا حرب 2015 أخرجت كل ما في قلوبهم من أمل. فلذلك الصراع في عدن يجب أن ينتهي بين الأطراف المتصارعة، وإذا في حال ما توصلت الأطراف المتصارعة إلى تسوية سلمية أن هذه الاغتيالات ستتوقف، وأن الصراع السياسي التدميرات والحروب ستتوقف، وسنذهب عدن إلى وضع أفضل مما هي فيه. لكن على هذه القوة السياسية أن تتعقل وأن تتقي الله فيها، في هؤلاء الناس الذين للأسف الشديد تعبوا بشكل كبير. إذا الحل في عدن هو التسوية السياسية أولا وأخيرا. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا من عدن. والشكر أيضا للناشط السياسي زكي السقلدي، وكذلك للناطق باسم مقاومة عدن سابقا الأستاذ علي الأحمدي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.